الأسماك الطائرة هو نوع من الروبوتات الصغيرة الحجم القادرة على جمع عينات من المياه في المواقف والأماكن الخطرة كمنصات النفط والغاز التي يصعب فحصها بسبب الأمواج أو تشكل خطراً على حياة الغواصين. لذلك استخدام هذا النوع من الروبوتات هو الحل الأمثل في هذه الحالة. وهي واحدة من النماذج الأولية التي يتم بناؤها في مختبر الروبوتات الجوية في الكلية الملكية بلندن. In floods often there is a case that there are obstacles in the water or it's difficult to access different areas. في الفيضانات يصعب الوصول إلى المناطق المختلفة ومن الصعب معرفة المناطق الأكثر تعرضا للخطر كالتلوث الجرثومي أو الكيميائي وتحديد هذه الأماكن تعطي سرعة أكبر في إنقاذ الأشخاص من المناطق الخطيرة. وبالتالي فهي تسهل عملية إنقاذ الأشخاص بسرعة أكبر في مناطق الخطر كالفيضانات وغيرها.